بيركبوا الحاجات على بعض وبيعملوا قصص من لا قصص، وهي لا توجد قصة الحقيقة. ولكن أنا أصريت إن أنا أوري لحضراتكم لأنها مفقوسة قوي وباينة قوي، ولا مش باينة؟ حاجة من سنة وشهرين، وحاجة من يوم واحدة يوم 7/5/2018، وواحدة يوم 3/7/2019. احسب بقى من شهر 5/2018، شهر 6، شهر 7، اللي ما بيعرفش يحسب يعني، شهر 6، شهر 7، شهر 8، شهر 9، شهر 10، اقعد احسب لغاية لما تعرف، هتلاقيهم سنة وشهرين. فحاجة غريبة جدا، وانا بس حبيت ان انا، وانا اسف ان انا ما بعملش كده كتير ومش هعمل كده تاني الا في ظروف معينة يعني. فانا حبيت بس ان انا اوري حضراتكم قد ايه ان العقل زينة، العقل زينة. ناس بتحب خصوصا بتوع السوشيال، في ناس في السوشيال ميديا تحديدا بيحبوا يعملوا كده، بيحبوا دايما يبقوا ابطال من ورق، ابطال من ورق، وقد يكونوا موجهين، الله اعلم، انا ما اعرفش، دي مش بتاعتي وما اقدرش اقولها. انا كل اللي اقدر اقوله انا وريت لحضراتكم فيديو ليا من سنه وثلاث شهور في قناه محترمه تانية، قناه السي بي سي اكسترا نيوز، وفيديو ليا في قناه الاهلي من اسبوع ولا من 10 ايام ولا من اسبوعين يوم 3/7، وريت لكم الفرق وقد ايه ان الفيديوهين متركبين على بعض وعاملين بيهم قصه لطيفه جدا. ما عنديش مشكله يعني، ولكن حبيت ان انا اوريها لحضراتكم. ربنا ميز الانسان بايه؟ بعقله، بعقله. لما تيجي تشوف الفيديو كده واضح جدا. طيب